انت قاعد تثبتي لي بتصرفاتك بقساوتك على كل الناس اللي حولك حتى على نفسك. عشان ما رميت كل شيء ورا ظهري مثل شهد، وطنشت كل شيء وسحبت على كل شيء وتزوجت ابراهيم. انت عمرك ما راح تتزوجين ابراهيم، تدري ليش؟ ان زواجكم راح ينهي عذابه، وهالشيء مو من اولوياتك، لا اليوم ولا باكر ولا بعد سنة. كلامك فيه شيء صح، انا عمري ما راح اتزوج ابراهيم، بس مو بعشان ما ابي انهي عذابه، عشان أنا وافقت إني أتزوج نواف وبلغت إني موافق. تفضل تفضل. الله يبارك فيك. عقبالكم عقبالكم. واحدة واحدة بس. شو الباقيين؟ تعال تعال. أوكي. معليش يلا يلا واحدة واحدة. الله يبارك فيك. عقبالكم عقبالكم إن شاء الله. الله يبارك فيك. بالعافية بالعافية. ممتاز ممتاز، لحقتك قبل لا تمشي. لا ماني بماشي، انا رايح اشوف ايش صاير. لا ما يحتاج تروح، انت الاخبار الحلوه تجيك وانت جالس على مكتبك وحاط رجل على رجل. تفضل. وش المناسبه؟ مناسبه خطبتين وحور. قلت لك من قبل توقعت نهايات كثيرة لهذه، مع ذلك رحتي لها. نواف نواف يا حور، ليه ليه؟ أحبك أكثر مني ولا بيش؟ هو كان أحسن. إحنا عمرنا ما كنا لبعض، وهذا نصيب يا إبراهيم. هذا ما هو بنصيب، هذا قرارك أنت، وأنت اللي اتخذتي بنفسك. لا تقولي لي أنه ممكن يجي أحد بهالدنيا ويضغط عليك. أنا أعرف أن هذا كان قرارك.